استدامة للتميز وتحفيزا للتنافسية ورعاية للمتمكنات مثلكن. حرصت إدارة تعليم مكة المكرمة على ردم الفجوة بين متوسط نتائج المرحلة الثانوية وصولا لتحصيل دراسي أفضل، وأقامت مسابقة التحصيل الدراسي الأمثل. فهنيئا لطالباتنا المتخطيات للمرحلة الأولى والمترشحات للمرحلة الثانية التي ستكون على مستوى مكتب تعليم الجموم، والتي ستقام بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 10 جمادى الثاني 1439 هجرية في الثانوية الأولى بالجموم.